لكن واحد من الأشياء دائما الصعبة في موضوع العهد الجديد اللي بتتعلق في شخصية المسيح ونهاجم كثيرا عليه بعض أقوال المسيح اللي بيتكلم فيها كإنسان، كإنسان كامل، مثلا من نفسي لا أقدر أن أفعل شيء، لا أدين أحد، ومن ناحية تانية بتشوف أنه عنده القدرة وعنده قوة الدينونة والدينان. فإزاي نوضح فكرة كلام المسيح كإنسان لكن بنفس الوقت لم يفقد اللاهوت؟ يعني لو كانوا اللي عنده التساؤلات دي بيسأل أهل الذكر كان يبقى كويس. لكن هل نحن نقول أن المسيح ليس إنسان؟ الكتاب المقدس يعلم أنه إنسان، لكن هو الله؟ نعم هو الله، هو الله وهو إنسان؟ نعم. يعني معنى كده 50% الله و 50% إنسان؟ لا كلا. طبعا 100% الله و 100% إنسان. وعندما أقول ذلك يمكن ده أمر يصعب فهمه، بس مش ده الوحيد اللي بيصعب فهمه. مليانة الدنيا من حولنا بأشياء إحنا مش فاهمينها لكننا بنستعملها. الموبايل مثلا اللي بيوصلنا بالدنيا كلها، أنا مش يعني إيه؟ يعني إزاي؟ فيش إزاي؟ بنستعمله. الله المسيح هو الله وهو إنسان، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فعندما أقرأ أنه إنسان، نعم هو إنسان، الكتاب يقول أنه إنسان، لكن هل يقول أنه إنسان فقط؟ طلع لي الآية ديت وأنا، لكن لا، ده المسيح هو الإنسان وهو في الوقت ذاته الله. عشان كده بنلاقي في نفس الأصحاح يوحنا 8 قال أنا إنسان، في نفس الأصحاح قبل أن يكون إبراهيم أنا مش كنت، لكن أنا كائن إيجو أيمي اللي هي أنا يهوه، أنا يهوه.